السلام عليكم، تحية طيبة على الجميع، وأهلا وسهلا فيكم في الدرس الجديد من دورة فينس. في هذه المحاضرة راح نشرح عن Security in فينس، بمعنى راح نشوف قابلية فينس في تطبيق المشاريع المتعلقة بالSecurity. فراح نعرض مجموعة من التخصصات اللي الباحثين قاموا بتطبيقها داخل الفينس تحت Security in Vanet. هنا راح نصنف الـ Security in Vanet إلى ثلاث تصنيفات، بمعنى كل تصنيف يضم كذلك مجموعة من الأبحاث من المشاريع اللي تشتغل فيها داخل الفانت. راح نشوف أول واحد اللي هو الاتاكس اند ثريت، بمعنى في حال تريد تطبق الديدوس اتاك، تطبق المان ان ميدل اتاك، تطبق السايبر اتاك في الفانت، ففينس هي البيئة الملائمة لهذا العمل. هل هناك باحثين؟ نعم، هذا الحرض هنا كل الباحثين اشتغلوا في هذا المجال وفي هذا التخصص وتم تطبيقها داخل فينس. فمثلا اشتغلوا على الانفراستراكشر من ناحية الاتاكس اند ثريد، شلون تعاملوا معها وقيموا، كذلك بالوايرلس انترفيس المتعلق في النودات الموجودة في السيستم بالفانت، فأي أتاك يؤثر على الوايرلس انترفيس راح يتم تطبيقه داخل فينس. كذلك الهاردوير اند السوفتوير، نوع من نوع الهجمات الموجودة داخل أتاك تأثر على الهاردوير اند السوفتوير في الفانت، كذلك السنسر انبوت، بمعنى كل الثريدات الموجودة داخل والأتاك الموجود داخل هاي التخصصات تقدر تطبقها داخل الفينس. فينس إلى قابلية وهناك باحثين طبقوا ونفذوا خلال أوراقهم البحثية. الجزء الثاني اللي هو Security Challenge، التشالنج الموجودة بالفانت بإمكانك أن تتعامل معها مثل Key Distribution. عندك إشيو موجودة بالكي ديستريبيوشن، فدورك تقوم بحلها داخل الفينس. يعني الفينس بيئة جدا ملائمة لتطبيق الأفكار وتطبيق كأتاك وتطبيق كحلول، ونشوف البيهيفور بإمكانك أن تتعامل بها بكل سهولة. فكي ديستريبيوشن أول تشارج من تشالنج السيكوريتي الفينس. الريل تايم كونسترينت، كذلك هناك باحثين يعملون في هذا الجانب، فعندهم بعض المشاكل تتعلق بالريل تايم كونسترينت، فهم يقومون بوضوح حلول ومقارنة هذه الحلول مع حلول أخرى، فهاي راح تتم العملية داخل الفينس موجود. نعم، اكو باحثين قاموا بتطبيق هذه الفكرة. الدايناميك توبولوجي كذلك يعتبر من التحديات الموجودة داخل Security in Vanet. وأخيرا عندنا Verification and Consistency، بحيث الباحثين قاموا بتغطية هذه الأريا لحل المشاكل المتعلقة، فقاموا بتقديم الحلول لها. هاي الثاني بارت من الأنواع السيكوريتي عندنا داخل فانت والباحثين متجهين إليه. كذلك هناك اتجاه للباحثين من جهة الريكوايرمنت، يعني سيكوريتي ريكوايرمنت فانت، فيبقى يركز فقط على الأكسس كنترول، يشوف شلون تتم هاي العملية، شلون يحسن، يضيف خوارزمية، يقيم الأداء، فهاي بإمكانه بكل سهولة أن يطبقها داخل فينس فريمورك. الأفالابلتلي بإمكانه أن يستخدم
الفينس فريم ورك لتطبيق هذه الفيتشر، وشوف شنو الايشو والمشاكل اللي موجوده في السيستم ووضع الحلول لها. الاوثنتيكيشن كذلك يقوم بعمليه اوثنتيكيت لكل النود الموجوده في السيستم، وشلون تتم العمليه، وشلون يضيف خوارزميه تعمل اوثنتيكيت. البرايفسي الخاص الريكويرمنت المتطلبات الموجوده في الفانت. فبمعنى الباحثين عندهم تخصصات واسعه في جانب السكيورتي بالفانت، وكل هذين اللي عرضناهن الان بامكانك ان تطبقهن داخل فيس فريمورك.